لا الشرطة ولا المحكمة، ولا بيهمني إني أقنع حدا منهم. بس أنت إذا أنت مو مصدقتيني. أمير أنا مصدقتك، ما كان عندي شك حتى. لو فكرت بحالنا رح يمشي الحال، كل شي رح يزبط. ونحكي الشغلة يلي بدك تخبريني اياها عن المناقرة يلي صارت بالكلية. عم تسكتي حتى ما عم تقدري تطلعي بوشي مثل الناس يلي بيخافوا من الحكي. نحن ما قلنا رح نخبر بعض بكل شي فريحة. ما في شي ممكن يمنعك أبداً من إنك تخبريني. هلأ احكيلي شو كنت بدك تخبريني؟ كنت بدي خبرك عن حالي. عن حالك؟ في شغلات أنا ما بعرفها عنك فريحة؟ أمير كنت بدي خبرك عن فريحة اللي أنت ما بتعرفها. فريحة يلي ما بعرفها؟ هو صحيح خلال فترة التهرب من بعضنا نسينا نعرف بعض. يعني أنا بحب وحدة وما بعرف عنها شي كمان؟